وصف الله تعالى عباده المؤمنين فقال: وهدوا إلى الطيب من القول. المسلم إذا واجهه أحد بكلام سيء فإنه لا يستطيع أن يجاريه بالكلام السيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فيا أخوان، معنى أن تكون مسلماً يعني أنك مستجيب لأوامر الله تعالى. شو معنى الإسلام؟ يعني استجابة. فمن استجاب لأوامر الله تعالى في لسانه فهو المؤمن. ومن قال لك أنا ما بعرف بس يطلع خلقي ما عاد بضبط لساني، معناها أن هذا الرجل أنه مسلم في حالة الرضا لكنه غير مستجيب لأوامر الله تعالى في حالة الغضب. وإذا رأيت شاباً عند الطرف والنكات يتكلم بالكلام السيء، وإذا قلت له: يا أخي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال لك: أنا ما بقدر، بس يصير ضحك بدي، يعني كلام حلو كلام ما حلو أنا بدي أحكي. معناته هذا الرجل وقت الحالة الاعتيادية مسلم، بس وقت بده يضحك لم يعد مستجيباً لأوامر الله تعالى. ومن كانت هذه حالته لا يكون مسلماً حقيقياً. المسلم يقول سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. أنا يا رب سأطيع دليلك الإرشادي القرآن الكريم، وسأطيع نبيك في العسر وسأطيعه في اليسر، حتى لما بيطلع خلي أنا سأطيع أمر الله تعالى. وإذا أنت أطعت أمر الله تعالى في العسر يعني بتخسر. إذا واحد لما كان غضبان ضبط لسانه بيخسر لما بيربح. كم من رجل أيها الإخوة عندما غضب تكلم كلاما فاحشا، فعندما هدأ وسكن ندم أشد الندم على ما قال، وكلفه هذا الكلام أنه أخرج من عمله، وكلفه هذا الكلام أنه طلق زوجته، وكلفه هذا الكلام أنه عاد إخوانه وأخواته. والسبب أنه خالف جزءاً من آية في القرآن الكريم. الله قال له: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. هو قال: أنا بس يطلع خلقي ما عاد أقدر أضبط لساني. فكلفه هذا الأمر أنه أخرج من العمل، تكلم كلاماً سيئاً على صاحب العمل. لاحقاً صاحب العمل قال له: والله شوف المحاسب، خذ حقك والله معك. كلفه أن زوجته ذهبت تركته ومضت، تكلم كلاماً فاحشاً على أهلها. لأنه خالف جزءاً من قول الله تعالى من القرآن الكريم خسر في الدنيا وسيخسر في الآخرة. أما من حفظ لسانه ولم يجهر بالسوء من القول فإنه سيحفظ نفسه وسيسعد في الدنيا والآخرة. لا تجهر بسيء من القول.